لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى شرح كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز، يعني أول من يمر، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فدعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم: كلاليب كشوك السعدان. الكلاليب مفردها كلوب، وهي الحديدة المعكوفة، تشبه الحديدة التي يعلق فيها الجزار اللحم، هذا يسمى الكلوب. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان. السعدان اسم شجرة، وشوكها يكون معكوفا، شوك السعدان يكون معكوفا. فهذه الكلاليب على جنبتي الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يضرب لهم الأمثال في الأمور المعنوية، يشبهها ويضرب المثل بها بالأمور المحسوسة حتى يقربها إلى الأفهام. فهم قد رأوا شوك السعدان، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الكلاليب كشوك السعدان، فعندئذ يظهر أمام أعينهم المعنى المعنوي في صورة الحس، لكنه صلى الله عليه وسلم استدرك فقال: غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى. إذن هي عظيمة جدا، ولا يدري أحد قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم، يعني وهم يمرون على الصراط. وذكرنا أن المرور على الصراط هو تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لأن الصراط هذا مضروب على متن جهنم. إذن فكل سيجوز، إذن سيرد النار،
يمر فوقها، ويعطى الناس نورا على قدر أعمالهم. لذلك يقول عن هذه الكلاليب صلى الله عليه وسلم: فتخطف الناس بأعمالهم. يقول: أخرجاه جميعا، أي البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يراه، أنه يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء من يراه، أي في عرصات القيامة، فمنهم من قال المؤمنون فقط، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، وهذا القول هو الراجح. فيكون رؤية الكفار والكفار لربهم عز وجل رؤية السيد الغضبان من عبده الآبق، يعني رؤية غضب، نسأل الله العافية. والأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن ومن السنة المتواترة. فأدلة رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه متواترة. يقول: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فالتشبيه هنا تشبيه رؤيتي برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني رؤية واضحة، كما ترون الشمس في الظهيرة صحوا. إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. غبرات يعني بقايا. قال: ثم يعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. كأنها سراب، السراب هو الماء الذي يرى من بعيد في الجو الحار، حتى إذا جاءه صاحب لم يجده شيئا، يحطم بعضها بعضا من شدة تلهبها. ثم يضرب الجسر وهو الصراط. قلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ يعني ما صفته بأبينا أنت وأمنا؟ قال: ضحض مزلة، يعني لا تثبت عليه القدم إلا من ثبته الله. له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد، يقال لها عقيفة، حسك شوك، تكون بنجد يقال لها عقيفة، يقال له السعدان. فيمر المؤمنون، هذه صفة مرور أهل الإيمان كلمح البرق،
وكالطرف طرف رؤية العين، إنسان ينظر للشيء ثم يرتد إليه طرفه، هذا سريع جدا، والأسرع منه رؤية البرق، سريع جدا، مسافة ما البرق يظهر لا ترى في نفس اللحظة، يعني يذهب سريعا في نفس اللحظة، كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب. فناج مسلم، ناج من هذا الهول والكرب الشديد، فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني هناك من سيخدش من هذه الكلاليب والحسكة، ومكدوس في نار جهنم، مكدوس يعني بعضهم فوق بعض، متراكمون بعضهم فوق بعض. فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه، في الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم، يعني الشفاعة، يعني الشفاعة. فالله، فالمؤمنون يشفعون إلى ربهم سبحانه وتعالى في إخوانهم الذين استوجبوا العذاب ودخلوها وعذبوا بقدر ذنوبهم. وهذا أخرجه مسلم من حديث جعفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوقف على الصراط، يؤتى بالموت فيؤتى بالموت فيوقف على الصراط. في رواية: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، يعني ينادى على أهل الجنة صاروا في نعيم، فيخافون أن يخرجوا من النعيم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين: خلودا خلودا فيها تخلدون، فلا موت فيها أبدا. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يشرئب يعني بعنقه، يطيل عنقه لينظر، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، يعني معنى ذلك أنهم سيرون الموت، يعني عند الموت سيرون الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت،
ويا أهل النار خلود فلا موت. وعن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فاعل، يعني سيشفع له. فقلت: فأين أطلبك يوم القيامة؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن، صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى. يبقى حد الصراط كحد الموس. فتقول الملائكة: يا رب، من يمر على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: يا ربنا، ما عبدناك حق عبادتك. وروى حنبل عن أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب. هذه عقيدة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتنا. نؤمن، نصدق بالصراط، لأن الأخبار ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونؤمن بالميزان، ثبت بالقرآن والسنة كما بينا. ونؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بالحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب، أي كما فعل أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم، قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. وفي رواية: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: فيقول: من كل 1999، ويبقى واحد. الرواية هنا: من كل 1999، ويبقى واحد. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لأن كل إنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فعندئذ انظر، من كل 1000 بعث النار، من كل 1000 من البشر 999. قال: فشق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد. يعني النصب هنا على أنه يخرج البعث إلى النار 999 عن نصب. فأينا ذلك الواحد؟ قال: فشق ذلك على الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى بيته،
ثم خرج فقال أبشروا من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. هذا لفظ مسلم ابن جنادة أحد الرواة، وزاد أحمد بن سنان من هذا. والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا الله. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فقال ثلث أهل الجنة. هذه الأمة تلتين أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا. فقال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أخرجاه جميعا. وهذا يدل على فضل هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، يعني عندما تدنو الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل يغرق الناس في عرقهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون في رشحهم اللي هو العرق إلى أنصاف آذانهم. وعن سليم ابن عامر قال حدثني المقداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد ميل أو اثنين، قال لا، قال سليم لا أدري الميلين، مسافة الأرض أو الميل الذي يكحل به العين. الميل الذي يكحل به العين، الميل الذي يوضع في المكحلة ويؤخذ ويكحل به العين. قال فتصهرهم الشمس، نسأل الله العافية. تخيل لو مقدار ميل، مقدار الميل اعتبره مسافة، ماذا سيكون حال الناس؟ ننظر نحن في حالنا في هذه الأيام، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسلمنا وأن ينجينا ونعوذ به من النار ومن حر النار. يعني نحن النار، انظر في الشمس في مكانها ولا نطيق الحر، لا نطيق الحر هذه الأيام، فما بالك عياذا بالله بحر جهنم، وما بالك بمن هذه مسكنه. يعني الإنسان يتنفس السموم، السموم ده الريح الحارة، حر بإيه؟ بنار جهنم. أديب قاعد كده وعمال يتنفس الحر ده، نسأل الله العافية. ونحن لا نتحمل، الإنسان ضعيف جدا جدا، ويجب أن يحمله ضعفه هذا على أن يتقي الله، وعلى أن يخاف ربه عز وجل، وعلى أن يخاف النار، فلا يعصي ربه سبحانه وتعالى ولا يعمل بعمل أهل النار. ونسأله عز وجل أن يعفو عنا. يقول فتصهرهم الشمس فيكون العرق كقدر أعمالهم. وانظر في موقف الإنسان في عرصات القيامة 40 سنة، وليس له من عرصات القيامة إلا قدر قدميه، يعني واقف بقدر قدميه. الناس مزدحمة جدا في العرصات، كل واحد واقف
على ملوش من الأرض دي إلا مكان قدميه فقط، لا يتحرك ولا يراوح بين قدميه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. والشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، وتصهرهم الشمس فيغرق الناس في عرقهم، فيكون العرق كقدر أعمالهم. كل واحد يبقى العرق منه على قدر عمله. وهناك من يظللهم الله عز وجل في ظل عرش الرحمن، وفي ظل يخلقه الله عز وجل وقتئذ، وفي ظل الأعمال، يعني الصدقة يوم القيامة تظللك، والقرآن يظللك، كما جاء عن أن في فضل سورة البقرة وآل عمران وغير ذلك. الأعمال الصالحة تظلل الإنسان من الشمس في ذلك الوقت. وهذا كله يدفع الواحد منا ولا شك إلى أن يتقي هذا اليوم العظيم هوله الشديد خطبه. إن الإنسان يتقي هذا اليوم، لكن يتقيه بماذا؟ بالعمل الصالح. العمل الصالح فقط هو الذي سينجيه. فانظر في قول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. سبعة أصناف يظلهم الله عز وجل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، يعني يوم لا ظل إلا ظل العرش يوم القيامة. وانظر في هؤلاء السبعة ونجاهد أنفسنا أن نكون من هؤلاء. وكذا في الأحاديث التي جاءت في الظل في من يظللون يوم القيامة: منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقوه. الحقو اللي هو معقد الإزار من الوسط هنا، يعني هو ده الحقو، يغدو العرق لحد هنا. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، اللي هو ورد إلى أنصاف آذانهم، يوصل العرق لحد هنا نصف الأذن، يلجمه العرق إلجاما، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، أخرجه مسلم. يبقى إذن أي إنسان لحق يغدو يوم القيامة، أي إنسان مظلوم له مظلمة له حق عند أحد سيأخذه يوم القيامة. يوم القيامة يوم عدل. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس، يعني يحدثون الناس. فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد، الصعيد الأرض المستوية، لأن يوم القيامة تبقى الأرض مستوية لا معلم فيها لأحد، لا جبل ولا شجرة ولا بيت ولا أي حاجة، أرض كلها سهلة مستوية. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يعني ينفذ البصر يعني كله شايف بعضه، يعني تبص كده تشوف اللي انت عايز تشوفه، لان مفيش ايه، مفيش معلم، مفيش جبل مثلا ولا بيت اي يحجب احدا، انما ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، عشان ارض مستوية لو حد نادى كله يسمع، الاخر يسمع زي الاولاني ما يسمع، ويسمعهم الداعي ويقول الله: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. لا ينجو مني جبار عنيد
ولا سلطان مريد ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار. عنق من النار تخرج من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أن أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر. الوزر اللي هو الملجأ والمعتصم، الملجأ والمعتصم يعتصم به الإنسان، لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل سلطان مريد. فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. فهذه كلها في صفة القيامة، هذا نؤمن به ونعمل له. فإن الله سبحانه وتعالى قد خوفنا القيامة، والمؤمن إذا خوف فإنه يخاف، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا أخاف يوم القيامة. بل قال النووي رحمه الله: من قال أنا لا أخاف القيامة كفر، أنا لا أخاف يوم القيامة كفر. لأن ربنا سبحانه وتعالى خوفنا النار وخوفنا يوم القيامة، فينبغي أن نخاف. ولا ينصلح حال الإنسان في هذه الدنيا إلا في حال الصحة إلا بتقديم الخوف على الرجاء، فعندئذ يعمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.